فهنا لين السؤال، انا سالتك على راس المال غير المندثر الان ديبريشيتد كابيتال، فقلت انه المبلغ الكلي ناقصا قيمه الاندثار، قيمه الاندثار اللي هو عدد الفوتات اللي مشتغلتها في الاندثار للفوت الواحد. اذا كان السؤال انه احسب لي قيمه الاندثار بالسنه الاولى، ايش قد قيمه الاندثار بالسنه الاولى؟ نجي السنه الاولى ايش قد اشتغلت؟ 300,000. زين الفوت الواحد اندثاره 0.006933، فقيمة الاندثار بالسنة الأولى هو 300,000 في 0.006933. قلت لك مثلا ايش قد البوك فاليو في نهاية السنة الثالثة؟ إذا كان بالسنة الأولى اشتغلت 100,000، بالسنة الثانية اشتغلت 200، بالسنة الثالثة اشتغلت 300، فأنت تجي نقول في نهاية السنة الثالثة ايش قد مشتغلة؟ مشتغلة 100,000 زائد 200,000 زائد 300,000 600,000. الفوت الواحد 0.006933، فأريد البوك فاليو في نهاية السنة الثالثة هو 11,000 ناقصا 600,000 في قيمة الاندثار للفوت الواحد. فمهم جدا، يعني أعتقد أنه فهمها بسيط، أنه هذه الساعة أنت جايبها راح تشتغل لها مثلا 40 ساعة، زين فقيمتها او اندثارها يتقسم على 40 ساعة اللي انت راح يشتغلن، فتشوف خلال مدة معينة ايش قد راح يكون شغلها، فمعناها الاندثار يرتبط بالساعة الوحدة اللي تشتغل بها. هسا اكو شيء اخر يشبه الاندثار بس ما يسموه الاندثار، يسموه depletion. depletion معناها النضوب، النضوب يعني ينضب الشيء، انه شنو؟ انه تاخذ من عنده، يعني بالضبط اذا عندك بير، زين هذا البير بكميه ماء مثلا 100,000 متر مكعب، وتبدي تاخذ منه هذا ال 100,000 متر مكعب ماكو تعويض، فالبير شو يبدي؟ ينضب. زين يبدي ينضب هذا البير، نوع من انواع الديبريشيشن، هو بالحقيقه نوع من انواع الاندثار، ولكن هنا الاندثار شنو مرتبط؟ شنو بالمادة اللي موجودة. هذا النوع من الاندثار دائما تدرون وين نستخدمه؟ احنا نستخدمه بالماينز اللي هي هاي اللي يقولون بها الفحم والنحاس، يسموها اللهم لعلك يا الشيطان، هذني المناجم. زين بالمناجم من يجون يفتحون المنجم يقدرون ايش قد كمية مثلا النحاس البي، اذا منجم نحاس او منجم ذهب او مثلا منجم فحم مثلا، يقدرون الكمية انه هاي الكمية مثلا مليون طن. زين فهذا قيمته وهو بي مليون طن مثلا قيمته كذا دولار. الدورة انت تبدي تاخذ من هذا النحاس او الذهب او الفحم، قيمة المنجم راح تقل، بس قيمة المنجم ليش تقل؟ لانه المادة اللي موجودة به بدت شنو؟ تنضب، بدت تقل. زين فهذا اندثار، ولكن اندثار مرتبط بمن؟ بالمادة اللي موجودة، يسمى هذا النوع من الاندثار بالديبليشن، اتذكر هذا المصطلح اللي هو النضوب. تبع عليه هاي شوي نظري. depletion differs in theory from depreciation، يقول لك النضوب يختلف من حيث النظرية زين عن الاندثار، يعني ذاك نظرية الاندثار هو مرور الزمن مو صحيح، او مثلا باليونتس هو شنو ايضا مرور الزمن ولكن انقضاء وحدات انتاجية. هنا depletion لا، يختلف من حيث النظرية. depreciation results from use and passage of time، مثل ما اخذنا احنا الاندثار هو ينتج من شنو؟ الاستخدام ومرور الوقت، الاستخدام ومرور الوقت. depletion اللي هو النضوب results from intentional piecemeal removal of certain types of asset. منين يجي؟ يجي من removal، استبعاد او اخذ piecemeal اجزاء من ممتلك معين، اجزاء من ممتلك معين. يعني خلنا نقرب الكياب بمثال locally، جدر باقي لي ب 5 كيلوات. زين من تجي انت الصبح تريد تشتري جدر الباقي لك كله، شو يقول لك؟ يقول لك يا انا ابيعك يا ب 100,000 دينار،
ورا ساعة من تجي تلقيه بايع له ماكو من هذن ال5 كيلوات، بايع له كيلو من هاي الباقلة، من جذر الباقلة. فما راح يكون سعره 100 ألف، راح يقلل لك السعر. انت ايش سويت؟ سويت ريموفال اوف بيس ميل. هذا الريموفال يعني وخرت من هاي المادة. شلون بالله هذا المثال مالت الباقلة، هذا ارقى مثال بالاقتصاد الهندسي حقيقة، هسه جا على بالي راح اثبته من هيج، اللي هو مثال الباقلة. زين، فهذا اللي نقصد بيه ديبليشن او النضوب. ديبليشن ريفيرز تو ان اكتيفيتي، النضوب يشير الى فعاليه ذات تينز التي يعني ترغب تو اكزوست ا سبلاي. اكزوست يعني تفريغ. زين، الاكزوست مال السياره هذا اللي هو الصالنصه اللي يطلع الكربون والهذا. اكزوست ا سبلاي انه تفرغ، شنو تفرغ؟ المورد اللي موجود. سبلاي معناها مورد. فالديبليشن هي عملية تفريغ للموارد، عملية تفريغ للأشياء اللي موجودة بالممتلك. ديبليشن literally means emitting. يقول لك ديبليشن معناها الحرفي هي شنو؟ عملية تفريغ. بالضبط هسه هو عرفها، انت جاي تفرغ محتوى الشيء. فمن تفرغ محتوى الشيء قيمته ايضا شنو؟ تتأثر، ولكن تتأثر بيبن بمقدار ما فرغت من هذا المحتوى. Depletion indicates، توضح النضوب، شو يوضح؟ A lessing in the value، هو تقليل في القيمة. لاحظ هاي lessing in value حتى بالdepreciation عندنا، هو تقليل بالقيمة. With passage of time، مع مرور الزمن. هذا التعريف زين هو نفس تعريف شنو؟ الديبريشيشن، ولكن المعنى للباسج اوف تايم انه الموارد استنضبت، الموارد تم تفريغها مع الوقت. الامثله ريموفال اوف كول فروم ماين، اللي هو استخراج الفحم من منجم الفحم. تيمبر فروم فورست، هذه مهمه، حلو هذا المثال. هذه برا بشمال امريكا يجون ياخذون الغابه، زين غابه مثلا مساحتها 10 هكتار 20 هكتار، على مود شنو؟ يقصون الخشب مالتها ياخذوها. فكل ما قص من الخشب كل ما قيمه الغابه شنو؟ قلت. ليش؟ لانه جاي يستنفذ بالموارد، جاي ياخذ من الخشب مالتها. ستون فروم كيوري، هذا مثل عندنا ايضا، تعرفون انتم الرمل والحصى منين يجي؟ زين يجي من الكيوري، اللي هو شو نسميه بالعامية، يعني يجون يأجروا لهم أرض مثلا بالنجف صخرية، هذه الأرض فيجون يبدون يكسرون بالأرض ويودونه لل يعني للمعمل، المعمل يكسره وينخله ويسوي حصى ورمل. طبعا هذا شنو؟ عملية التكسير، راح تبدي تحفر تحفر بالأرض إلى أن توصل عمق معين، بعد ما تقدر، اللي هو مثلا عمق 10-15 متر. فأنت كل ما أخذت من هذا الستون، كل ما أخذت من هذا الصخر، كل ما قلت قيمة الكيوري، اللي هو شنو اسم الكيوري؟ والله مشكلة. And oil from reservoir، والنفط اللي ناخذه من الريزرفوار، اللي هو يعني حقول النفط. زين، أو يعني شلون تانكي مال نفط، وجاي تاخذ من عنده نفط، فقيمة هذا التانكي مالت النفط تقل. ليش؟ لأنه أنت أخذت من المصدر مالته. هذه هي الأمثلة، أرجو أنه يكون وصل لك الفكرة شنو. In depletion، يقول لك بالdepletion أو بالنضوب there is no recovery of capital، يعني رأس المال ما يتغطى، ما يتعوض رأس المال، لأنه أنت جاي تسحب منين؟ من يعني من المصدر، من المورد. While in depreciation the assets involved may be replaced with alike assets، بينما شنو يقول لك؟ أنا من عندي مثلا مبنى وأرد أشوف له depreciation، ممكن أسوي له recovery، أسوي له تغطية، أعيد مثلا صيانته، زين ابني لي شيء بصفه، فقيمته راح تصعد. بس الديبليشن ما بي عمليه تغطيه لراس المال، هي عباره عن ماده وانت جاي تستنفذ الماده.
The return of depletion can cover. يقول لك العائد مالت